قربنا لنهاية هذا اللقاء، والود ودي طبعا ان اسمع بعض الاراء من الساده الحاضرين، وانا ببص عليهم ومستني بس اشوف مين. وانا شايف في وسطينا رضا عباده حبيب الملايين اللي بيرحب بكل النوبيين، فاسمحوا لي اقول له اهلا وخد الجنسيه يا عبد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يكفي ان اقول لكم ان انا بحبكم في الله كلكم، وعشان اكون صريح ودقيق معاكم، انا اول ما بشوف بابا عم سيد جمعة انا بيفكرني بوالد الله يرحمه، لانه هو نفس البشرة ونفس الطيبة هو وعم دهب، فانا بحس ان انا بشوف والدي الله يرحمه اللي هو متوفي من 2001. فلما قال المنقرزاتي ردا على الاستاذ اللي قال قصيده امي، فانا كاتب قصيده واحده ديوان كامل لابويا الله يرحمه، لان الاب لا يقل اهميه عن الام. اذا كانت الام حملت الجنين في بطنها 9 اشهر، فالاب كافح ولاقى المتاعب والمصائب والنكبات لأن يخرج ابنه للمجتمع ابنا ناضجا وصالحا، ولاقى الرباية والاهتمام والتعليم، فهو يكابد أكثر من الأم التي تحمل الجنين في بطنها. فبالتالي انا هقول بعض المقاطع من قصيده 97 صفحه ردا على علي فاروق، الاستاذ علي فاروق. اقول لما قال اكتب قصيده قلت هكتب من عيوني، الحروف سبقت وركعت ندهت الافكار غتوني، الف فكره والف ذكرى والف من اذكروني، قلت هحكي عن حياتنا واللي لما نعوز غتنا واللي كان يحفر وقيعة قصده يهدم جوه ذاتنا، بس مين يقدر يفرق او يفكر يوم يصدق ان عصفورنا المزقزق ينسحب جوه بيتنا. جوه بيتنا كحالتنا بين جموع الناس كبيرة، كنا بننام على الحصيرة، كنا نتغطى بأماني لما نحلم بالصباح، والهنا يجمعنا تاني ويا هالة من الكفاح، كنا حافظين الأغاني لو بسوق مع الحليم، كلنا كان مستقيم، أي واحد كان يشوفني كان يقول لي ربنا يحفظ شبابك واللي نابك تبقى دايما يا ابني محفوظ من العيون، والجفون لو جت تعالي كانت تفنجلها البطاطا، والبساطة بدون ألاطة في المحبة، عمري ما في يوم استخبى، حبة حبة الحب يكبر زي شبة، كان حسن ينده سمية روحي فوق السطح، هاتي شال أبوك عشان ده خارج، واوعى تنسي كمان عصيته السلمية، أصله رايح يبدر الحب اللي سارح من خفوفه في اللي رايح واللي جاي، يجمع الفرح وحروفه أي ضي لأجل ما يوزع علينا بالتساوي، أصله غاوي يزرع الأفراح غناوي، يبقى أسطورة حكاوي تبقى عايشة ما تنتهيش، رغم إن أبويا أمي بس كان حاكم الجيش. جه ساعتها الشيخ محمد قال لي سمع، قلت مش وقته يا سيدنا، قال لي سمع واقرا في القرآن ورتل عاوزة دم، قلت ليه؟ قال لي صوتك في القراءة حلمت بيه، قولي عفا فتاح لابنك يقرا سورة، ولا يمكن يبقى ناسي؟ قال له ناسي تبقى ليلته يا شيخنا سودة فوق دماغه وعطير، لما ينسى كتاب إلهه هحبسه في أوضة الخزينة، ياخد العلقة اللي هي والجيران راح يسمعوه. قمت أجري، قال هاتوه، قلت عاوز أقرا إيه؟ قال لي يوسف ولا مريم ولا طه أو ياسين، قلت مين؟ قال لي لا وحياة أبوه، اوعى تدخل تاني قافيه، احسن الناس يسحبوك تلقى نفسك ناقص عافيه. المهم قعدت اقرا جوه على الدكه العجوزه،
الكلام وفهمت منه انه دايما كان له عوزة، احفظ المولى وكتابه تبقى فايز، لا وجايز تبقى حد يا واد كبير. يعني ايه كلمة كبير؟ ابقى قدك؟ قال لي قدي. شوف يا فندي، الكبير دايما بفعله والكلام الكل يسمع، والصغير لو رجع له يمسح العين اللي تدمع. قلت ماشي، ايه الجديد؟ قال لي تاني هعيد وازيد. قلت منك نستفيد. قال لي صون اهلك وناسك والرحم واصبر تنور، وان بنيت ظبط اساسك كله بالعقل واصول، تلقى كل الخلق باسك كان عدو او كان عزول.